ورجعت لكم بفيديو جديد مع مرت عمي حبيبة قلبي. وصفتنا لليوم على الإفطار كتير طيبة. اليوم حتعمل لنا مقانق مع البندورة. أنا ريت الله يعطيك العافية. مرت عمي كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا فيكي. أهلا، أنا كتير مبسوطة اليوم وأنا كتير منيحة لأنه فطوري عندك. أهلا وسهلا فيكي يا ليلى، وأنا حعمل لك وصفة بتعجبك بتعجب مشاهدتي. يتقبري قلبي، شو حتعملي لنا اليوم على الفطور؟ حبيبتي أنت عمو حبيبتي، بنعمل مقانق بالبندورة. مقانق هيدي هي المقانق. هي المقانق بنجيبها من عند اللحام جاهزة نحن. هيك شفتيها ليلى؟ تمام ما شاء الله يطول عين. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك اللحام نوصي عليها توصية حبيبتي، نوصي من عند اللحام بنجيبه على بيتنا جاهز. هذا بينقلب بينشوي بينعمل على بندوره وكثير طيب وكثير طيب. مرت عمي كيف حتعملي لنا اياه اليوم؟ عمو حبيبتي هلا عم بسلق البندوره. لكن بسم الله كيف عم تسلقيها بالصينيه؟ لكن بدي اسلقها بالصينيه حتى تتأثر معي ليلى. مرت عمي حاطه هون مي. حبيبتي انت ليكي رشه مي، رشه ملح، رشه ملح. ليكي هلا بتستوي بصير تقشيرها هين معي كثير كثير كثير. صحيح، لانه عمو لازم بتقشر البندوره مع المقانة اجباري، ولا بتعمل قشره سميكه. يعني ما فينا نعملها بقشره؟ لا لا لا، بتطلع القشره سميكه ابدا. هلا بنخلطها راس عصفور. هلا بتفرجيني التطبيق كيف. نحن وعدناكم انه بس بدنا نعمل المقانق نروح على اللحام انا ومرت عمي ونعملها عند اللحام قدامكم ويفرجيكم شو تابلتها وشو المكونات تبعها. بس هلا بدكم تعذرونا برمضان، ما حفيني اتعبها لمرت عمي طلعها بالشمس. هلا الطقس بلش يصير شوب شوي، فبعد رمضان باذن الله اكيد رح اعمل لكم فيديو عن المقانق وكيف بيعملها بالتفصيل اللحام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ملكة السفرة. يا سلام، كب النية. كب النية ملكة السفرة. هيدي لحمة، هيدي وقيتان لحمة هبرة، هيدي بتجي مثل المرهم. ليكي ليكي شفتيها ليلى حبيبتي انت ليكي؟ صحيح. هيدي هدول وقيتان وقيتان بدنا نحط لهم هيك كوب برغل ناعم، كوب اللي بنشرب فيه هذا النسكافيه. شفتي هيدا؟ ها هيدا هو عقدهم. بننقعهم شيء؟ لكن لا، بنغسلهم بساعة الساعة بنعملهم بس غسيل. هلا بنشوف كيف بدنا هالوردة يا ليلى. لك هالوردة يا ليلى حبيبتي انت. يا سلام، هذا حبق او ريحان بسمونه. هذا انا جبته من بيتي. ايه بدنا لك شيء 3-4 رواق، يعني ما كثير. هذا الحبق انا زرعته عندي على البلكون، ححط لكم مقطع تفرجيكم ريحته غير شكل. ريحته بتشقى. رح احط لكم المقطع تشوفوا انا كيف زرعته عندي على البلكون. هول هن الحبقات اللي عندي على البلكون، شايفين اسم الله ما احلاهم ما شاء الله. هول جبتهم السنه، هلا بدي طلعهم من الاشياء اللي هن فيها. هول السود وازرعهم بالبو. زرعتهم بهذا البو، شايفين شكله شو صار حلو. لكي كم عرق للوقيتين شفتي؟ هلا متحمل معهم. لكي بدها بصله. لكي قد قد كبيره بصله كبيره يعني وقيتين لحمه. بدنا وقيتين على فكره بيطيبها البصل. صح عمو. لكي ملعقه ملح، ملح ملعقة كمون صغيرة ضروري الكمون. تمام. نص ملعقة حر أحمر. ملعقة صغيرة سبع بهارات مشكل، بهارات مشكلة، وملعقة بابريكا. هول هن هدول هن والحبق والبصل. والحبق والبصل يا صاحبي. يا سلام، هدول بدهم يكونوا مع بعضهم. تمام. وتكرم عيني. تقبري قلبي. أهلا وسهلا عمو حبيبتي. تفضل. ما ننسى المغربية. المغربية صحيح بدي أقول لكم عليها. المغربية كتير سألتوني شو هي. نحن بتنبيع عنا هيك هون بطرابلس بشمال لبنان، بتنبيع المغربية بيعطينا اياها الزلمة. شايفين شو في بقلبها الوراق؟ هول بقلبهم البهارات. البهارات هن قرفي وكراوية. كراوية يا مرتي عمو. بصلتين مسلوقين. وشايفين البصل؟ لايكي البصل بيجي فيها. ايه لايكي. ايه بيجي فيها بصلتين. ايه. والبهارات والمغربية. صحيح صحيح. هيدي كيلو على الفرن. تمام بسم الله. عمو هذا الاكل بحاجه لجوز سلطه، بيلبق له السلطه، بندوره وخس وخيار. يا سلام. هلا عملناه على الطلب فريش. تفضلوا. بدنا نحط له نعناع يابس. اكيد بتاع اكيد. هلا الملح والزيت هسا كمان. هلا بنجي على البندورات. شو صار وضعنا؟ طالع عليك ليلى. ها شفتي القشره ليلى حبيبتي انت؟ عن جد الرحمن الرحيم. كيف دغري هيك؟ ليكي 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 ها. انتبهي مرت عمي لا يحترقوا ايديكي. يا سلام عمو حبيبتي. هلا بنقشرها وبنخرطها راس عصفور. بالسكين ولا بالمكنه؟ لا بالسكين. اه الا هيدي ما بدها مكنه. يلا انا بعمل لك اياها. تفضل. هلا عم اقطع لها المقنقات لمرت عمي تنشويهم بالفرن. صحي اكثر من القليل عمو. اذا مشان الصحي صحي ايه سوي، بس القلي اطيب. أطيب. مع البندوره. يا عيني يا ليل. مرت عمي بكل شيء القلي والله. اذا بده يديك صبيعي.
مرت عمي تعبت الصينيه، بجيب صينيه ثانيه؟ حاجة يا عمي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هدول بنشويهم للبندوره والباقي بنخليه بنقليه ورا البطاطا. اها يعني هول قليه. هول قليه. مع البطاطا. صح، وهدول مع البندوره. كثير طيبين. ما شاء الله، لكن حبه يخزر عين، اللحم عامل لك اياهم 100% مضبوطين ليلى حبيبتي. مرت عمي هلا البندوره انا قشرتها من بعد ما بردت شوي، كيف بخرطها؟ عمو حبيبتي راس عصفور. يعني سمي بسم الله. بسم الله. قطعية ايوه مثل ما بدك، مهم راس عصفور. صح صح يا شاطرة. صح سلام. بس بعدها النار معنا شيء سيكي صبية بحمل سيكي بتحمل انلدع. لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. هون فضيهم هون بالصينية هون حبيبتي يلي بدنا نطبخ فيها. ايه هاي هاي حبيبتي لك يا مرت عمي ريحة البندورة هي ومسلوقة كتير ريحتها طيبة. عمي حبيبتي انت شفتي هدول؟ ايه حطي علي كباية برغل يا محمد العربي تاكلي صبيعك معروف برغل على بندورة أصلية. غير شكل فرمنا كل البندورات وصبيعة تشلطوا. مرت عمي هلا شو حتحطي عليهم؟ عمو حبيبتي بما أن البندورة اليوم بتحسي حمارة قليل زهر زهر نحن بنكحلها بشوية دبس بندورة شي ملعقة طعام. ايه رب البندورة ليكي ليلى عشان يطلعوا طيبين عمو حبيبتي انت يعني حطيتي شي ملعقة ونص. ايه اعملي معروف اعطيني الملح عمو حبيبتي بدي ملح اذا بتقدري مع الامر. بسم الله الرحمن الرحيم ما بنكتب ملح يعني اصطعناها بملحية. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم جيبي علبة سبع بهارات بامرك. وهذا سبع بهار يا مرت عمي. شكرا. بتكرم عينك. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ايه سبع بهار؟ يعني شي ملعقة صغيرة ليلى لان البقاني فيها بهار. مرت عمي هي ما بينحط لها شيء الا الملح والسبع بهارات بس مثل السمنه كمان. ايه بنحط مثل السمنه لكن حبيبتي انت يا ليلى اخ 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 قاعد تعذبيني في ليلى قد سمنه عمو حبيبتي لكن بسم الله الرحمن هدول السمنه بس يا دوب ملعقه تعطي نكهه صح لتعطي طعمي طيب تعطي طعمي طيب للاكله. مرت عمي فينا نحط زبده؟ عمو الاذواق الزبده ثقيله يمكن الانسان يكون معود عليها يستطفي، انا معوده على هالسمنه. السمنه اطيب. نطفي، اي اكيد نطفي، شفتي قد نطفي ولا يعني ما كترنا ولا قللنا، لكن شوفي هالمنظر ليلى. ما شاء الله. شفتي ما شاء الله هلا شيء رائع. وهي الطنجه لشو؟ لشو؟ لحجله. ما بعرف. لشربة الماجي. يا عين. انا ليلى بحط صاير عيش عايريه على الناشف وبحمرها على الناشف بلا سمنه. والله. ده بدي مكيف. مرت عمي بتعمل شوربة الماجي عايدة. بسم الله ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. كاسة ونص بسم الله لأنه عندنا زود شوربة عدس ليلى. لسه عندنا شوربة عدس من امبارح. صح صح. ليلى ما في شيء. هلا بحمصها على الناشف لحتى تحمر الشعيرية. لا سمنة ولا زيت. ولا سمنة ولا زيت، بس تحمر بحط المي والمكعب المي. تمام. هدول استووا فينا غزال. مع أحلى الأجواء العائلية والأسرية خاصة برمضان. تعطي هيك نكهة للأكل غير إن شاء الله تكون الأكل بسيطة إن شاء الله نكون عاملينها مجدرة أي شيء مجرد ما نكون هيك مع الناس اللي منحبهم على فطور بتكون الأكل عن جد طيبة وغير شكل. الله يطول لي بعمرك. لك أهلا وسهلا فيك بضيوفي بمشاهديني. حبيبي يا ريت يجونا عنا هيك شيء مرة هيك يا مفاجأة. يا ريت. هلا انا ذكرت لكم باول فيديو لما صورته مع مرت عمي برمضان انه نحن كل يوم عنا تسقيه ومغربيه وشوربه وفتوش وهالقصص او اي نوع من انواع السلطات، بس اليوم ما حنعمل تسقيه. هيك مرت عمي حبيبتي خير الله خلينا نقفي شي نهار. ايه عن جد المغربيه ابطر منها بالصيف. صحيح. وابدا صحيح اليوم ما جاي على بالنا التسقيه. ما جاي على بالنا. صحيح. اكتبوا لنا بالكومنتات انتوا شو فطوركم اليوم، على بالي اعرف شو رح تفطروا اليوم، بلكي كمان بناخذ منكم افكار لانه بنقعد انا ومرت عمي بنقول لها شو جاي على بالنا نفطر شو بنعمل، بنقعد بنحتار وبنقضي دقائق كثير واحيانا ساعات ونحن نقول هيدي الاكله لا هيديك الاكله، فاكتبوا لنا انتوا بالكومنتات شو حتفطروا اليوم بلكي بناخذ منكم افكار. عمو حبيبتي والله شيء بيحيي. عن جد؟ عن جد ما خلينا شيء ما عملناه. ما شاء الله. حلو الواحد يتذكر. صحيح. هلا عم بتحمسي الشو الشعيريه على الناشف. هلا الشعيريه بتكرم مع عطلان شفتيها هلا بحط لها مي وعلى فكره ريحتها حلوه تكرم عينك وهي قننت المي ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اسهل شوربه بالكون حط نصها مي ليا نصها تقريبا ايه خلص ها ارفعها على الغاز برجع نرجع نحطها على الغاز ها جيب مكعبين ماجي بحط لها اياهم وبس وخلصت الشوربه هيدي
انه عن جد هيدي اسهل واسرع واطيب شوربه تنعمل بالدنيا. وهلا مرت عمي عمو حالتي هلا بحط المكعب بالناجي على البارد لايكي سقطه بسم الله. يعني هالكميه قد ايه بده كم مكعب؟ اثنين عمو حبيبتي اثنين حوجه ها بسم الله يعني بس هول بزياده. الرحمن الرحيم بدنا نشوف المقنقات شو صار فيهم بالفرن. ما شاء الله حبيبتي عندي يا ليلى يا سلام شو بيسهل تفضلي ليلى حبيبتي تعيشي وتطبخي لنا يلا عيني حبيبتي هلا بنقلبهم بدنا نقلبهم ايه شوي ما بقى ياكلوا كثير شوي خلص يعني تقريبا هن استووا صحيح مرت عمي لانه بيشعل الفرن بس من تحت او بس من فوق فبتشويهم اول شيء من فوق بترجع بتقلبهم وبتشويهم صح صح من الجهه الثانيه وهلا بنرجع بنردهم على الفرن ايوه نحمر بالشربة ما باقي كتير على الفطور تقريبا نص ساعة او اكتر بشوي صغيرة وبيقدن الأذان. وهلأ عم نقلي البطاطا قلي البطاطا يلي لازم كل يوم كل يوم يا ما تعمي ما هيك بطاطا كل يوم مثل فرد الصلب ابدا طول ما بتنحسي ابدا ابدا كل يوم ما بنعتبر انه عم نفطر او ابدا الا اذا في بطاطا ابدا هلا وهلي طلعناهم من الفرن استووا صاروا جاهزين هلا مرت عمي بدك تفضيهم على البندورات صح استووا هلا هول هدول جاهزين بكل شيء بدنا الا نحط المقوني فوق بس انه بدنا نطبقهم بسم الله الرحمن الرحيم ليكي هالمنظر شيء بيشهي ليكي حبه هلا عمي ليكي حبه بتشهي شفتي مثل الموزه اللي غير شكلها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله شيء بيشهي مرت عمي هلا بدنا نرجع نردهم على الغاز ولا على الفرن لا على الغاز على الغاز بقى لكن يغزل العين اللهم صل على النبي البطاطا صارت جاهزه عنا يا سلام شو هاللون الحلو يا مرت عمي الله يحلي ايادي يا ساطرة وهنيك عم نقلي البصل للمغربيه هلا رح نحط المغربيه بنحطها بالكيس هيك مثل ما هي بنحطها هيك من خلفوشها اكيد هتاخذ على كل البصل عرفتي ليلى لك مشان هيك تكون المغربيه ساعه بنمدها شفتي كيف ما شاء الله هلا بنحط الملح والبهارات ايه هن جايين بيقلوا اصلا ايه ما احلاهم ببيعوا البهارات بهيدي الطريقه هيك لا ده بزعلوا الورقه انت لا ما تعني انا بدي يا لطيف يا لطيف هيك قد النقطه لايك لا مكبرين ورقه مكبرين الورقه في بقلبها شوي صغيره مرت عمي انا كنت بدي اسالك انه ليه بيكتروا الاوراق ليه ما بيحطوهم كلهم بكيس واحد ما بتوفي معهم عمو حبيبتي انت لانه غالي اليوم مرت عمي انه يحط البهارات كلها بورقه واحده ليش لانه هيك طبعا هلا عندك بدك تاخذي نص كيلو تاخذي ياخذ كيلو ها تاخذي ياخذ وقيه يعني هو بيعطي كل سنتين على الطلب عرفتي كيف؟ كل ورقه واحده يعني انا هلا فهمتها من مرت عمي انه هن بيبيعوا هن عاملين لهم اوراق صغار حتى لكل ربع كيلو ورقة واحدة أبداً نص كيلو ورقتين كيلو أربعة أوراق حبيبتي يا ساطرة على العشرة على العشرة حبيبتي يا ساطرة هذا الملح يا مرحبا ما بنحط إلا ملح بس هي بهاراتها منا وفيها بسم الله الرحمن الرحيم يلا تفضلي حبيبتي هلا بنوط عليها الغاز على إيه؟ بنروح بنجي بنقلبها بنروح بنجي يعني بدها خمس دقايق تستوي ما هي بس خمس دقايق بالعدد أبداً بتكون مستوية وجاهزة إذا شدينا عليا بتعسى بالقلي تبني صحيح بدنا نشدوا عليا كثير بالقلي بتعسى صح هتغلط طيبة تنشف كثير عبد الله هيك طرية أطيب صح يلا هلا بما انه في شوية وقت للفطور مرت عمي عم تعمل لنا أكلة حلو كثير طيبة، أنا كثير بحبها من تحدياتها، هي القطايف ما هيك يا مرت عمي؟ إيه عمي هيدي اسمها قطايف هيدي برمضان موسمها كتير كتير بيقوى العالم كلنا بتشتري منها بترغبها يا سلام ناس بتاكلها بقشطة ناس بتاكلها بقريشة حلوة حلو قريشة حلوة أهالي جبل والقرى يبعتوا قريشة حلوة حلو. ناس بتاكلها بشوكولات ناس بجبنة كل إنسان والله فينا نحشيها شوكولا يعني لا وجبنة الشغيلة جبنة الحلوة يلي بتطلع بتطلع فيها حلوة الرز ياي كثير طيبة فيها ليلى هلا انا حطيت هون شوية مي ورد وشوية مي زهر يعني هذا الصحن بياخذ تقريبا ملعقة طعام من مية الزهر هذا مية الزهر كمان شغل ملعقة مي ورد بسم الله الرحمن الرحيم ده بالساعة هيدي عمو حبيبتي في شغلي لازم تطبقها قبل ما تنشف صح اذا نشفت العجينة ما بقى تطبق ما بقى تسكر معها بسم الله الرحمن الرحيم ها شفتي لهيك لعم طازه هلا هول اذا فيهم زوايد ماشي ما انا مشكلة هو هذا عجينة بالنهاية ليلى هذه بالنهاية عجينة ها يا سلام ليكو شكلها شو حلو لكن ما نعم شكلها بشهي سكرت معك مرت عمي ولا بسكرن انا سكرت منيح سكرت ها شوف يا سلام يا سلام شكلها بشهي
حتى هون حد رفقاتها. بسم الله. ما شاء الله شايفين منظرها شو حلو. انا رح كمل بقيه الكميه عن مرت عمي، بس هول يا مرت عمي رح نقليهم هلا، ما هيك؟ عمي حبيبتي هذا بنقلع الطلب. بنقلع الطلب. فيك تقلي وفيك تسوي وفيك تفرزي. يا سلام. تجيبي علبه بتشكيه مثل ما انا شككتهم، بتغطيهم بتحطيهم بالثلاجه. وقت الاستعمال من الفريزر على القلي. والله انا حبيت الطريقه، يعني فيكم تعملوها بضايق ليله، بتحطوها بالفريزر ساعة اللي بدكم، ان شاء الله بتكون حبه وحده بس. صحيح. بس ما تعمي فينا نقليها بمقليه البطاطا؟ عمي حبيبتي زيت البطاطا ما بيقول شيء، بس زيت الغير لا. لا. بينزع الطعمه. صحيح. ليه؟ لانه بنغمسه بالقطر. اها. بس تستوي بنغمسها بالقطر، اول رش اللي قطر رش. تمام. هلا بتشوفي كيف بيطلع. ماشي. هلا قرب كثير وقت الاذان ومبين يمكن عوشنا قد ايه تعبانين، بسم الله جهزنا كثير اشياء وهلا حنطبق الكبه قدامكم. هون عملت الكبه بس انه عجنتها مع المي. ما تعمل هون شو عم تعملي؟ عم حبيبتي بنقلي المقونه قلي هلا. والمقونه على بندوره هلا حتخلص. يلا هلا هيك ما احلى. الله يبارك. حتخلص يلا. ما تعمل هذيك المقونه على بندوره اذا ميتها قليله فينا نضيف لها مي؟ ايه. إذا حسوا هلا هي لا مستوية لأنها شوي. صح. إذا حسوا جمدت كثير فينا يحطوا نطفة مي مع رب بندورة ويحطوا لها إياها. وبتغلي معها. صح. وطبعا إذا زدتوا لها المي ما تنسوا تظبطوا لها البهار والملح. أكيد. هولي مرت عمي رفعناهم عن النار. شفتي ليلى ما أحلاها خلصت هلا، هلا استوت. ما بدي غير تجيبي صحن وتفتحي تنك وتدلشي. ضروري. ما فيني إلا تدوقي، ممنوع. ممنوع. ممنوع تدوقي. اللهم إني صائم. مرت عمي كل ما بستحلى عندها أكل بتقلي تعي لدوقك، وبقول لها اللهم إني صائم حبيبة قلبي. اسكتي أنت عينك فيها لأني بطبختي أكيد. مرت عمي أنا عيني بكل شيء أنت بتطبخي. كان عينك يا لالبة. حبيبتي. عمو لك يا بنعمل كبة. نعمل بسم الله. هلا نحط التبلة بعد ما عركنا البرغل. هلا أنا عملت لها البرغلات لما تعمي ما عزبتها فيهم. لكي كيف صاروا؟ ما شاء الله. سلم دايتك. مضبوطين 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. هيدي التبلة هي نفسها يلي ذكرناها ببداية الفيديو، البصل والبهارات والحبق. والكمون. والكمون. شو هالريحة ليلى؟ يعيش وهديت. ترى معينك يا ليلى وحياة الله ريحة بتشق القلب. هيدي الكبة المضبوطة مليون بالمية. صحيح عن جد ريحة الحبق مع الكمون مع البصل. لك الله يطول لنا بعمرك. وعمرك يطول وعمر مشاهدينك يا رب. حبيبة قلبي. طول بأعمار. هلا بنحط اللحمة ليلى. لك اللحمة شوفي. مرهم. شوفي شوفي شوفي. شوفي. ما شاء الله. انزل لحالها ها؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بنبل ايدنا مي مشان ما تنشف معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيدي الكبه اللبنانيه الاصليه. العقسوله. العقسوله صح. بدين لحمه حطينا فنجان شفتي النسكافيه برغل ناعم. وبيطلعوا تمام ناعم. بيطلعوا تمام. هلا بخصوص كميه البرغل، انا بعرف من منطقه لمنطقه في ناس بتزيد كميه البرغل، في ناس بتنقص، هو بيرجع حسب الذوق. في ناس بتحط مثل ما حطت مرت عمي، في ناس بتحط اكثر، في ناس اقل، هذا الشيء بيرجع للذوق. في ناس ما بتحط يمكن، ما هيك يا مرت عمي؟ لا عمو، في ناس تاكل اللحمه مرهمه. ايه. بحطوها مع البصل. بس انا بحبها مع البرغل. ايه بس مع البرغل اسمها كبه. صح. اسمها كبه. اطيب. ايه اكيد. تحت امي. خدي لك عصفوره تحت امي. تخيلي. اللهم اني صائم. اللهم اني صائم. عم يقرا قران هلا شوي تاني بيقدم. يعني صحيح بيقولوا الواحد ما لازم يقول هو صايم انه انا عطشان او انا، بس عن جد اليوم لانه كان كثير شوب حسيت عن جد كان اول نهار بعطش فيه لهالدرجه. واخيرا اذن الاذان وسفرتنا صارت جاهزه. ما شاء الله. الله يبارك لك يا حبايب قلبي. نحن هذا كان فطورنا معكم لليوم، شاركناه معكم لليوم. اكتبوا لنا انتم، ما تنسوا تكتبوا لنا شو كان فطوركم. والله يسلم دياتك يا ست الكل. تكرم عينك يا ليلى، ان شاء الله افطارا شهيا وصياما مقبولا باذن الله تعالى يا ليلى. حبيبه قلبي. تكرم عينك يا ليلى. ما شاء الله ما شاء الله ابدعتي اليوم يا مرت عمي. هيك على شوربه العدس. الله يبارك. شو فيها شوربه العدس الاحمر؟ ما شاء الله. هذه شوربه الماجي الشعيريه. كمان طيب. بدهم من هي واللي بدهم حسب كل حدا كل واحد وذوقه. صح. وهون حبايب قلبي انا بينتهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم، اكتبوا لي رايكم تحت بالكومنتات وما تنسوا لي تكتبوا لي انتم شو فطرتوا لليوم تناخذ منكم افكار، واخر شيء بقول لكم اياه اني بحبكم كثير وسلم دياتك يا ست الكل. باي دياتك. تكرم عينك يا ليلى. حبيبي ان شاء الله يعجبهم هالسفره، يكتبوا لي ها ما شاء الله. يا مرت عمي معقوله ما يعجب حدا هالسفره؟ هي ملكيه. لك الله يسلم دياتك وتعيش وتعملي لنا اكلات. تكرم عينك يا ليلى. تكرم عينك. حبيبي حبيبتي يا ليلى.
وهلا خلصنا فطورنا الحمد لله كان كتير طيب، والاحلى والاطيب من الاكل هي هاللمه الحلوه مع مرت عمي حبيبه قلبي. هلا عم نعمل القهوه اما حبيبتي، هلا نقاها نقاها، هلا عبينا بنزين على امرك هلا بنزين، هلا صار في انرجي وحمدنا الله وشكرني الف الحمد لله. هلا بدنا نشرب فنجان قهوه احنا وياك. لازم لازم. الله الرحمن الرحيم. عقولتك هيدي ابرة البنج. والله يا ليلى ابرة البنج ما بعد الفطور اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. وشوفوا مرت عمي شو مزوقة، شوفوا شو مجهزت لنا بعد الفطور مرت عمي. شو هالاصناف الطيبة الحلوة هاي؟ بس هي يا عمي نمورة بنقلها، هي هريسة بالعامية بس هي بالاصل نمورة. يا ريت لو فيكم تشموا ريحتها كثير طيبة. هذا ليلى صفوف. صفوف مين ما بيعرفوا هذا بالصفوف؟ انا نزلته مره بقناتي. إيه؟ اذا بدكم اعملوا بالسيرش الصفوف ليلى جواد بيطلع لكم. عمي حبيبتي حلاوه الجبن دي ليلى، حلاوه الجبن لايكي هي بطرابلس بشمال لبنان هيك ببيعوها. وهيدي حلاوه الرز. حلاوه الرز هيدي حلاوه الرز برز طبيعي، هيدي ما رز بودره صح، برز طبيعي. وهذا هذا انا عملت لك اياه طرابيش البصمه هذا انا جايبت لك اياه. ايوه طرابيش. هون ليلى معنا بقلاوه عمو حبيبتي بلق وردي شام. اكيد بسم الله الرحمن الرحيم عم نقليهم بالزيت. هلا هلا لقينا الزيت نحن وحطينا حتى ينقلوا يعطوا لون احمر بس لحتى بس يحمروا. ما بنحرقوا ليلى اذا قعدنا شو وضعوا الطيبين لكن هلا بس يحمروا دغري بنشيلهم بنحط لهم قطر على السخن. بس انا ما بياخذوا وقت، بيكون القطر جاري ما بده الوقت. لا ما بياخذوا وقت دغري دغري لك نغير لونهم بس. والقطايف كمان صاروا جاهزين. هلا عم بيقدم العشية مرت عمي. هلا عم يقدم العشية صح. شفتي قدم العشية نحن لسه ما تحلينا لك. يا سلام هيك بدي تنطريها الحلو يا ليلى حبيبة قلبي. هلا بدنا نشرب القهوة مع هيدي الحلويات الطيبة اللي قدامنا. وش بدي لكم شو بتعملي يا شاطرة هلا؟ بتجيبي قطعة على صحنك بتحطي لها قطر وبتاكليها. هيدي بتتاكل مع القطر شي بجنن عن جد كثير طيبة فعلا. مرت عمي من زمان انا بشوفها بتعملها لهالاكله وكثير بتطلع طيبه من تحدياتها. هلا اذا عبالكم تعملوها انا منزله طريقه القطايف عندي بالقناه، هي نفس عجينه القطايف احشوها قريشه حلوه. نحن حيشينا قريشه حلوه يا مرت عمي. ايه قريشه حلوه ليلى. في ناس هلا بيحشوها جوز كمان، في ناس بيحشوها قشطه كله، ناس بيحطوا لها جبنه هات المال تعمل فيه حاله الريد مثل ما بدهم مثل هذا في وحده عظم حسب الرغبه صح. الدمعه يا ليلى بسم الله. يا سلام لك يعيش وهدي. اهلا وسهلا حبيبة قلبي. حبيبة قلبي اهلا وسهلا. فنجان قهوة مصلى على النبي محمد. من دياتك اكيد مصلى على النبي. اللهم صل وسلم. فنجان انا ليلى اكيد اكيد. يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم. لكان هلا لنفوت نشرب قهوتنا ونتحلى من هالحلويات الطيبة وملتقانا بفيديو جاي باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله انت ويوم الف خير من الله. وانت بالف خير. اهلا وسهلا فيك وفيهم حبيبتي.